اليوم مناسبة جميلة، مناسبة تاريخية، حدث استثنائي. النجاح ما هو مقصور على شخص معين. جاهزين ومتحمسين نسمع صوت الجمهور من هنا؟ العظماء اليوم في كل مكان في العالم خرجوا من بدايات بسيطة جدا. ما هو بخطأ طبعاً إنك تطمح، بس لازم تفهم إن هذه الموضوع خطوات. إذا كنت تعتقد أن إنجازاتك الآن اللي تفعلها هي كل ما تستطيع فعله، لن تتقدم على الإطلاق ولا خطوة واحدة. لا تتوقف عن تطوير نفسك. أنا مرة انبسطت إني جيت وكنت جزء من هذا الحدث اللي صار. المعرض جداً كان حلو.